السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله، متابعي وزوار مدونة جديد المواقع، في درس جديد على قناتنا. درس اليوم خصصته للمتابعين والزوار بطبيعة الحال. بعد أن كثرت علي التساؤلات من طرف سواء أصدقائي في حياتي العادية، سواء أصدقائي في العالم الافتراضي، ألا هو درس عن طريقة ربح المال من دون مداونة، من دون خبرة سابقة إلى آخره من الأعمال. أتيتكم اليوم بموقع تم افتتاحه منذ يوم فقط، يعمل على اختصار الروابط. نعم، كثيرا ما نجد مواقع تعمل في مثل هذه الأعمال، لكن ما أعجبني في هذا الموقع هو أن نسبة السبام مرتفعة بالنسبة للدول العربية، وهذا ما لا نجده في بعض المواقع. كما سأشرح لكم الطريقة التي أتبعها لربح المال من هذا الموقع في وقت قصير وبربح أوفر. كل هذا وأكثر تشاهدونه معنا بعد هذا الفاصل. السلام عليكم، ها نحن عدنا من جديد. قبل التطرق أو الدخول في تفاصيل ما جئنا فيه، أدعوكم للاشتراك في قناتنا بالضغط على زر الاشتراك كما تشاهدون في الشاشة، والإعجاب بفيديوهاتنا إن نالت إعجابك بطبيعة الحال. بعد هذا سنشرح لكم اليوم الموقع الجديد الذي يدعى كيت إيرالز، أي اختصار المختص في اختصار الروابط. فكما تشاهدون هذه هي واجهة الموقع، سأريكم كل ما يخص هذا الموقع. فكما تشاهدون هنا الربح من الريفرال يصل إلى 30%، فهذه من مميزات هذا الموقع، فهذه تعتبر نسبة عالية بالنسبة للربح من الريفرال. كما أن الشيء الذي أعجبني في هذا الموقع هو نسبة أو الحد الأدنى للسحب، كما تشاهدون هنا هو 3 دولارات، يمكنك جمعها في يوم واحد، والعديد من الميز تجدونها في هذا الموقع. الآن ننتقل إلى طريقة التسجيل، نضغط على مي أكسيون، من ثم نضغط على ريجستر، فكما تشاهدون هنا في الخانة الأولى نختار اسم المستخدم، مثلا الخانة الثانية نختار إيميل الخاص بك، مثلا في الخانة الثالثة نكتب كلمة المرور، وفي الخانة الرابعة نعيد كتابة كلمة المرور. ثم نضغط على انتري او سوبنت، فكما تشاهدون هنا تم تسجيل حساب جديد. نعيد كتابة كلمة او اسم المستخدم، ومن ثم كلمة المرور، ونضغط على سيجن ان. كما تشاهدون هذه هي واجهة الموقع. من هنا نختار أو نقوم باختصار الروابط أو الرابط الذي تريد اختصاره. هنا نشاهد السحب، فكما قلت لكم الحد الأدنى للسحب هو 3 دولارات.
لنشاهد ما هي البنوك التي يدعمها هذا الموقع. هنا يمكنك ملء هذه الخانات، مثلا كتابة اسمك واسم العائلة مع عنوان الخاص بك، وهنا المنطقة التي تقطن فيها، وهنا كذلك المنطقة. مثلا هنا تختار الدولة التي تعيش فيها حاليا، كما تشاهدون هنا يدعم الدول العربية منها الجزائر، مصر، العراق، المغرب إلى آخره. وهنا نختار طريقة السحب، مثلا هنا يدعم بايبال وبايزا وكوين باس أي البيتكوين. عندما مثلا لو اخترت بايبال يمكنك كتابة إيميل الخاص ببايبال والضغط على سوبميت لطلب السحب. الشيء الثاني الذي أريد أن أريكم إياه وهو قيمة السبون في هذا الموقع بالنسبة للدول العربية. نحن لا نريد كما تشاهدون هنا، هذه تكلفة لكل 1000 تحميلة بالنسبة للدول. مثلا أمريكا كما تشاهدون هنا كل 1000 تحميلة من أمريكا تساوي 18.5 دولار. نحن ما يهمنا هنا هو الدول العربية، مثلا السعودية كل 1000 تحميلة 7.5، الإمارات 7، العراق 5، مصر 5 دولارات، الجزائر 5 دولارات. كما تشاهدون مجموعة من الدول، المغرب 4 دولارات، والعديد 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 من الدول، أقلها جنوب إفريقيا كل 1000 تحميلة ب1.20 دولار. لكن كل ما يهمنا نحن هو كما قلنا هو الدول العربية. الآن ننتقل إلى الاستراتيجية التي أريد أن أطرحها عليكم، وأرجو أن تنال إعجابكم وأرجو أن تحققوا منها ربح مادي يساعدكم في بدء الحياة. مع الدخول إلى الحساب، تختصر هذه الطريقة على الولوج إلى الصحافة الخاصة، سواء بأمريكية سواء كانت ألمانية، أي الدولة التي تختارها أنت. وكما قلت يمكنك الربح من هذه الطريقة بدون مداونة، بدون خبرة، بدون أي سابق من هذا القبيل. كما أيضا ستحتاج بعد الولوج أو الحصول على موقع خاص بصحيفة مشهورة في أحد الدول الأوروبية أو الأمريكية، سنحتاج إلى جروب في الفيسبوك. كما قلت هذه هي واجهة الصحيفة الألمانية برلين مورغان بوست. كل ما سنحتاجه هو فقط نسخ هذه المقولة، نختار فقط بدايتها، نقوم مثلا بنسخ هذا النص، وننتقل إلى مجموعة جروبات في الفيسبوك. سأترك لكم مجموعة من الجروبات الأوروبية أو الأمريكية لطلب الانضمام إليها لنشر مثل هذه الروابط، كما سأترك لكم مجموعة من الصحف الأمريكية والألمانية والأوروبية تحت هذا الفيديو.
كما قلت يمكنك نسخ ولصق ما جاءت به الصحيفة في مقالها الأخير، بعد ذلك تعود إلى الصحيفة وتقوم بنسخ الرابط هذا المقال، ونعود إلى موقعنا ونقوم باختصار رابط هذه المقولة، أو كما تشاهدون هنا، ثم نقوم باختصاره ونضغط كما تشاهدون هنا، نقوم بنسخ هذا الرابط ونعود إلى جروب الخاص بالفيسبوك الذي أردنا نشر الاستراتيجية، ونضغط على لصق. كما يمكنك إضافة الصورة الخاصة بهذا المقال للفت الانتباه. كما تعلمون أن نسبة الولوج إلى المقال من خلال الصورة تصل إلى 70%. أنا أعطيكم فقط مثال كما تشاهدون هنا، ثم نضغط على نشر أو شير. يمكنك نشرها في العديد من الجروبات للحصول على زوار أوروبيين. فكما تعلمون لو زارك على الأقل 100 شخص أمريكي وأوروبي ستصل إلى نسبة 3 دولارات في يوم واحد. إلى هنا انتهت حلقتنا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.